ما نعرفش رد فعله هيكون ايه. ده غير بقى انه هيبتدي يشك في ان جدته كانت خاينة وان ابوه لا لا ده موال احنا في غنى عنه. عشان كده اسلم حل انها لازم ترجع المستشفى من تاني. بص يا نوجة انا هاخدها بالسياسة. هاخدها معايا في عربيتي على اساس ان احنا يعني رايحين نتعشى في اي مكان ومن بره بره على مستشفى جديده خالص. حمار الحياه لازم تفضل تحت عينينا عشان نقدر نعمل عليها كنترول ونبعد ادهم عنها. لكن لو رجعت المستشفى وخصوصا بقى مع الدكتور اللي هربها. ويا ترى ده راي يحيى الحيله؟ انت قلت لي انه راح لها اتكلمت معاه وسالته ويا ترى رد وقال ايه؟ ان شاء الله كان عايز يبعدها عن ادهم ويقنعها انها تسيبه في حاله. لكن يا حرام بيقول انها صعبت عليه قوي. حبيب قلبي بجد انا اتاثرت بكلامه. انت عارف ان انا طول عمري ما بحبش حياه لكن مش عارفه ليه يوم ما جت البيت بعد ما خرجت من المستشفى تعاطفت معاها. حسيت انها غلبانه قوي. حنينه قوي يا نوكا. حنينه وبتدلدقي حنيه. وهي اللي عملته فينا كان قليل. الزمن بيداوي يا اخي. يداوي ايه؟ دي قتلت اختي. ما انا اكتر واحده ما كنتش طايقاها. لكن جايه دلوقتي بقول لك انها لازم تفضل تحت عينينا عشان نقفل عليها ونخفيها عن ادهم وكانها في المستشفى بالظبط. وبعدين نضمن كمان انها مش هتقول كلمه كده ولا كده وحد يسمعها ويعرف هي مين. انت عارفه انا بدفع قد ايه في المستشفى دي؟ الافات عشان بس ما يقولوش دي مين. فكر في الكلام اللي بقوله لك يا يوسف ولازم تعرف ان انا جايه لك وقاعده مستنياك من الصبح عشان نتكلم في الموضوع ده لوحدينا بعيد عن ندى اللي المفروض ما تعرفش ان حياه بره المستشفى. ايوه ليه بقى ما تعرفش؟ عشان اختك عصبيه وممكن تروح لها وتتجنن عليها وتبقى فضيحه. اعمل اللي بقول لك عليه وبعدين نقول لها. ويا ترى هنقول لها كمان ان يحيى راح زار حياه؟ انت بخير؟ افتكرتك حصل لك حاجة. ايه يا حياة مالك جننتيني؟ طردت الراجل اللي بعتهولك مش بترد عليا في التليفون، في ايه؟ اقفلي الباب وراكي. مالك يا حياة؟ هو في ايه؟ مفيش. ازاي مفيش؟ هو انا مش عارفاكي؟ هو انا زعلتك في حاجه؟ قلت لك جمله انت فهمتيها غلط من غير ما اقصد؟ يهمك فعلا تعرفي يا اكرام؟ طبعا يا حياه يهمني. لو ما كانش يهمني ما كنتش جيت لحد هنا. تلاقيها تحت. تحت فين؟ دول بيقولوا لي انها خرجت. خرجت؟ يبقى ممكن تكون راحت للدكتور او راحت البنك. بنك ازاي يعني؟ دي احنا داخلين على الساعة 5. خمسة الفجر؟ خمسة الفجر. ده انتي مش شايفة قدامك. احنا داخلين على المغرب يا امي مش الفجر. انا تعبانة قوي يا ادهم. انا دماغي تقيلة و كل ما اقوم من النوم احس ان انا عايزة انام تاني. وانت عايزة في ايه؟ مش انا اللي كنت عاوزها، هي اللي كانت عاوزاني. طيب طيب طب اصبر بقى لغايه لما ترجع. اصبر ايه؟ لا لا ما تناميش. انا يا ادهم بقول لك دماغي تقيله وعايزه انام. ما اسمعيني بس، انا الصراحه كده عايز اطلب منك طلب متاكد وعارف انك مش هتوافقي. طب لما انت عارف ان انا مش هوافق تطلبه ليه؟ يعني قلت يمكن تكسفيني وتوافقي. عايز ايه؟
النهارده عيد ميلاد منى فاروق. منى فاروق؟ هي مش منى فاروق دي عيد ميلادها كم شهرين؟ لا التانية داليا فاروق، النهارده منى. اه اه اختها الصغيرة. ايوه. اه وانت عايز فلوس عشان تجيب هدية وتروح تسهر عندها الوش الفجر صح؟ ايوه. جاك قوي. انا قلت كده برضه. بقول لك ايه؟ اطلعي جدع كده وتكسفيني وتبقي ست زي العسل كده و... اخرج بقى اخرج اخرج يا ادم اخرج عايز انام. اخرج؟ كده خلاص اخرج. اديكوا سامعين اخرج. ها ماشي تمام. عايز حاجه؟ صباح الخير. يخرب بيتك يا بنتي، انت فهمت كلام ممدوح كله غلط. الحكايه ما فيها يا ستي ان البنت دي كانت مستلفه فلوس من اخويا ممدوح، فهو بيقول لها روحي لاخوكي هات الفلوس وتعالي. اخسى عليك تشكي فيا برضو، ده انا اقرب واحده ليكي في الدنيا. المفروض بقى كده ان انا اشتريت؟ اخسى عليكي يا حياه، بقى تشكي فيا كل ده عشان شفت بنت موديل خارجه مع اخويا ممدوح من الاستوديو بتاعه اللي في بيتي. بس اللي انا سمعته وشفته في الشقه ما كانش كده خالص. ممدوح قال لها خدي واحده معاكي وروحي هاتوا الفلوس وتعالوا. وفي مثل عندنا بيتقال مفيش دخان من غير نار. لا يا حياه، في دخان من غير نار. المكان دلوقتي بيطلع دخان. في كده ناس غاويه تنهش في لحم الناس التانيه من غير ولا سبب ولا تبرير. عشان يطلعوا كويسين يعني؟ برافو عليكي، عشان يطلعوا كويسين. للأسف بيتصدقوا. انت عندك حق. بيتصدقوا فعلا. هي ليه الناس بقت وسخه قوي كده؟ ما تقولي لنفسك بقى. بس انت برضو يا إكرام. هتقولي لي القضيه اياها ورحمه بنتي متلفقه. واحد تقيل كان عايز واحده من البنات المودلز دول. وكان عايزها في الحرام. وانا حضر لها ما بيني وبين الحرام. راح واخدها وعمل لها غسيل مخ وخلاها تحترف عليا زور ان انا بسرحها وبقبض من وراها فلوس. هي دي الحكايه اللي انت مكسوفه من زمان تكلميني فيها يا حياه. انما انا بتاع الدعاره وبسرح بنات وباخد من وراهم فلوس، اخي ده انا ابقى واطيه وحقيره واسال كل اللي يتقال عليا. طب ما تقعدي محترمه، امشي جنب الحيط زي ما الناس ما بتقول. ابعدي عن البنات الشمال دول. شمال ايه؟ البنات دول اغلب من الغلب، انت لو كلمتيهم هيصعبوا عليكي. دول لو لقوا تربيه كويسه ولا جوازه عدله ولا شغلانه محترمه كانوا عملوا كده في روحهم. يعني انت برضو بتعترفي دلوقتي ان هم بنات شمال؟ بعترف بايه يا عبيطه انت؟ البنات دول خلاص على وشك الضياع، جاهزين وموافقين، انا بقى بلحقهم قبل ما يضيعوا. يعني بتعملي ايه؟ بساعدهم. بتساعديهم ازاي؟